ازيكم يا سنة تانية؟ دلوقتي بقى هنعمل مراجعة سريعة على الأسئلة المهمة اللي هي تيجي في الامتحان بإذن الله، يعني بنسبة كبيرة. طيب، أول حاجة ايه the commonest part اللي قلنا هيحصل فيه ischemic tubular necrosis؟ قلنا الحتة اللي هي بتبقى active في الكدني. مين أكتر حتة active؟ قلنا ال proximal convoluted tubule، لأن يعني بيبقى فيه هنا active ATP pump، تمام؟ فبتبقى معرضة للإسكيميا قوي. تمام، تاني سؤال، ايه أكتر drug بيعمل لك acute tubular necrosis؟ قلنا ايه؟ كلاوي الجينياس بتاعنا الجينتامايسين. طيب ايه most dangerous phase؟ وانها عندنا initial وعندنا recovery، اللي في النص المينتننس دي this is the most dangerous phase. طيب ايه بيعمل لك diffuse acute tubular necrosis؟ قلنا الديفيوز معناه يعني في سم ماشي في الدم كله، يبقى ايه poison. تمام، طيب مين في دول بيعمل لك escape lesion؟ احنا قلنا escape lesion لازم يكون في ischemia بتموت حتة ضعيفة والحتة القوية بتستنى، فالهايبوفوليميا والهايبوتنشن والكار اكسيدنت كلهم ثلاث حاجات يعملوا لك هايبوكسيا وهتقلل لك الفلو يعمل لك اسكيميا. فاول اوف ذا بوف، ايه اشهر اورجانيزم بيعمل لك بايلونيفرايتس؟ ها الايكولاي. واشهر طريق السنينج. طيب ايه البري ديسبوزينج فاكتورز؟ احنا قلنا الفيميلز معرضين ان هم يجي لهم طبعا بايلونيفرايتس اكتر من ميلز، فكل دول abnormal conditions في الكيدني ما عدا ان هو male gender، لان في males معرضين اكتر للبايلونيفرايتس. طيب ايه the most common fate للبايلونيفرايتس؟ most common ان هو يسبريد. تمام، وايه تاني؟ يا اما يعمل لك pyonephric abscess حوالين الكيدني، يا اما كل الكيدني بيعمل حاجة فيها اسمها pyonephrosis. طيب بيقول لك ايه most port affected part في النيكروزس؟ دايما بيبقى tip of the pyramid، نهاية القطر اخره كده، ده بيبقى اكتر حتة فيها نيكروز. طيب بالنسبة للمورفولوجي في الاكيوت، قلنا الكيورد هنا ان كل حاجة smooth و easy و differentiated، لكن irregular ده يعني chronic. طيب the term thyroidization ده سمعنا فين؟ سمعناه في الكرونيك pyelonephritis لو نفتكر السلايد. طيب ايه most serious fate في الاكيوت pyelonephritis؟ اشهر حاجه سيريس، ها ان هو اشهر حاجه سبريد، بس موست سيريس ان يحصل فيلير اكيوت فيلير. طيب ايه قلنا ذا موست كومن روت؟ قلنا الاسندنج دي لسه قايلينها. اخر سؤال معانا، البايلونيفرايتس ده نوع ايه؟ ده كونسيدرد كنوع من الاكيوت سابيوريتيف انفلاميشن. تمام، تمام، ما ننساش الاسئله الريتن. التايبس بتاع الاكيوت تيبلر نيكروزز قلنا اتنين بحرف الاي، اسكيميك وانديوزد، وعندك البويزنز وعندك البيجمنتد. ايه الباثولوجي؟ قلنا حصل هايبوكسيا، اللي حصل شيدنج للابيثيليال سيلز، عملت لك اوبستراكشن، زودت لك البريشر، عملت لك اديما، بس كده. طب ايه واي المينتيننس فيز از دينجرس؟ ليه بقى؟ لان بيحصل فيها اوليجوريا عنيفه بتحبس لك البوتاسيوم، والبوتاسيوم ده سم قاتل. البوتاسيوم لما بيزيد بيبتدي يعمل لك ميتابوليك اسيدوزز، ومن ثم يحصل اكيوت رينال فيلير اللي هو يعني خطر جدا اصلا. ديفاين بقى الاكيوت والكرونيك، دي عملناها ديفينيشن قبل كده احفظوها. الريسك فاكتورز مهمه جدا. الفيت يعني مش من الاسئله اللي الدكتور اكدت عليها، بس انا قلت ممكن تيجي. المورفولوجي برضو اشهر يجي جار. اول خمس اسئله دول هما المهمين قوي. تمام، شكرا يا سنة تانية، ويا ربنا ما يكون امتحان بكره.